أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لهذه الليلة وأيضا خلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة لكن تستمر الرياح الشرقية بالهبوب، تكون معتدلة السرعة بالمجمل، 8 درجات مئوية متوقعة، الملموسة 8 درجات أيضا، الرطوبة 81%، والرياح تكون كما ذكرنا شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الاتجاه. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 19 إلى 9، جرش 18 إلى 10، عجلون 16 إلى 10، والمفرق 17 إلى 8 مع طقس مشمس ومستقر. نفس الأجواء في المنطقة الوسطى، الزرقاء 18 إلى 8، البلقاء 17 إلى 13، مأدبة 17 إلى 18، عمان 16 إلى 10، والبحر الميت 22 إلى 15. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية، الكرك 15 إلى 8، طفيلة 15 إلى 11، الشوبك 14 إلى 9، معان 18 إلى 7، والعقبة تفرق لبعض الغيوم 25 إلى 16. أخيرا بالمنطقة الشرقية أيضا الأجواء مستقرة، الأزرق 18 إلى 7، الصفاوي 17 إلى 6، ورويشت 18 إلى 6. بهذا ننهي نشرتنا للقاء.